حضرتكم عندي سؤال يا سيادة. اتفضلي السؤال. هل ورد في دعاء الاستفتاح الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا؟ وما هي ادعية الاستفتاح؟ وردت هذه الصيغة من صيغ أدعية الاستفتاح، ولكن أمثل الصيغ هي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وتتلوها في القوة فيما أختاره: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي الآية، كما في حديث علي عند مسلم، والله أعلم. هناك أدعية استفتاح أخرى، وكل ذلك مجزئ إن شاء الله. السلام عليكم.